السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في خياطه وتدبير واعاده تدوير. فيديو النهارده هنعمل كاردجيان كات طويل، او ممكن تعمليه بكم مفيش اي مشكله بعد ما شرحنا درس الكم بطريقه سهله جدا، وكمان هنعمله بكل سهله جدا وخياطاته بسيطه بقماش الشموار. ان شاء الله نبتدي على بعض، لكن اعملوا لايك اعملوا شير وما تنسوش تشتركوا في قناتنا الثانيه الخياطه اسهل مع ام عبد الرحمن علشان تشوفوا كورس المبتدئين للبدايه من يعني من قبل الف بحر. تمام، نبتدي على بركه الله. القماش بتاعنا شموار هنشتغل من الظهر علشان ما نعلمش في وش القماش. تمام، ده متر ونص، نظبط بس كده، هاخد بس كده علشان اعمل الظهر الاول. طبق القماش بتاعي، باخد الطول اللي انا هعمل منه الكارديجيان ده اهو، فانا هعمله 100 سنتي، 103 سنتي عشان خاطر بس القصة بتاعتي، واقص عشان اعرف اتحكم في القماش بتاعي. باخد اول حاجة دوران الرقبة 8 سنتي، قلنا للكبار، وباخد 20 سنتي خط الظهر زائد 1 سنتي خياطة يبقى 21 بالشكل ده. خط الظهر باخده من الاول للاخر، وبعدين بعمل حردة الرقبة. احنا بنعمل الخلف، بنزل 3 سنتي، بعمل الدوران بتاعي، باخد طول الوسط 45 بالشكل ده، بزوده بقسمه عفوا على 2 زي ما انا بالمزورة اهو، وبالشكل ده بكون عملت خط السطر وخط الوسط. تمام اهو، وبنزل 18 سنتي خط الجنب عشان اعمل دوران اكبر حجم بالشكل ده، وكده ده الطول الكلي. اذا انا عملت الخطوط بتاعتي، بنزل هنا 3 سنتي، بنزل 3 سنتي خط مائل بالشكل ده، وباخد هنا ربع دوران الستر اللي هو 25 زائد 1 سنتي، بنزل بالشكل ده، ده الخط بتاعي الاول اهو، وبعمل كده خط مائل بالشكل ده بمنتهى السهولة. قناة تانية الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن هتلاقوا فيها التفاصيل كل حاجة للناس اللي لسه داخلة القناة لاول مرة. هنا باخد دوران الوسط، لكن في معلومة هنا في دوران الوسط هي اني باخد عند اعلى منطقة في البطن، يعني انا مش باخد الوسط هنا في المنطقة الرفيعة، انا باخدها من اعلى منطقة، يعني عندك بطن عندك بروز بتلفي بالشكل ده عند اعلى منطقة اهو، وبتاخدي مستريح بالشكل ده، بتاخدي ربع القياس وبحط 1 سنتي كمان خياطة النقطة بتاعتي كده اهو، ودوران اكبر حجم برضو بتاخديه عند اعلى نقطة بالشكل ده، وبتاخديه مستريح برضو وبتاخدي ربعه بالشكل ده، بنحطه زائد 1 سنتي برضو للخياطة. وهنا ده الطول الكلي، وبفضل نازلة نازلة، وقبلها ب3 سنتي كده على حاجة بروح نازلة على ما فيش علشان ما يبقاش معايا مجنح بالشكل ده. طيب انا هنا بس حابة ازود شوية علشان ده جاكت ولازم يكون مستريح، فانا بزود كده زيادات بسيطة زي 1.5 سنتي مثلا اهو كده. انا رسمت الخلف، هنقصه، قصيت الخلف اهو، وجبت الامام، الامام على مفتوح زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده، بس انا عايزة احدد ده كده خط الوسط وده كده خط الستر
بالشكل ده. انا بقص الخلف زي الامام مفيش اي مشكلة. تمام. طيب انا عندي هنا بقيس دوران الرقبة. بقيس دوران الرقبة اهو بالشكل ده كده بلاقيه 12 سنتي. انا بطلعهم بالشكل ده كده هنا. تمام. اهو بزود عليهم 1 سنتي هيبقى 13. تمام. طيب 13 سنتي اهو باخدهم بميلة شوية ما باخدهمش خط مستقيم. تمام. وباخد العرض هنا بتاع الكولا هقول انه 10 سنتي. والعرض ده حاجة انت بتحدديها. وعندي خط الوسط هنا اهو خط الوسط. انا شرحت درس الكولا ولكن في ناس كتير قوي لقيته صعب. ده كده هنا على القماش على طول هنا خط الستر زي ما انتوا شايفين. تمام. تعالي هنا خدي مثلث اهو بالشكل ده ووصلي الكولا بتاعتك برضو بالمثلث ده. تمام. طيب ولو حابه كمان تزودي مفيش اي مشكله اهو تمام. تاني انا بحط الامام الخلف عفوا على الامام. انا بقص عادي مفيش اي مشكلة عندي. كل الاضافة اللي عندي اني بزود هنا بخرج المسافة اللي هي بتاعة الكولا اللي هي 10 سنتي زي ما انتوا شايفين. تمام. بقيس الكولا الخلفية دي اهي بتاعتي وبطلع بالقياس اللي انا لقيته بطلعه هنا وبزود 1 سنتي بس عشان لما اخيطهم في بعض يكون عندي مظبوط. تمام. وعندي هنا خط الصدر بطلع بيه وخط الوسط كده بطلع بيه. باخد النقطة دي كده بعملها مثلث بالشكل ده خط مستقيم بالشكل ده وبعمل الكولة بتاعتي اهي هنا. انت بتحدديها اذا كنت عايزاها مدورة او مثلثة زي ما انت عايزة. يعني لو عايزة تعمليها بالمسطرة مفيش اي مشكلة. عايزة تعمليها مدورة مفيش اي مشكلة. الموضوع سهل جدا. هسيب لكم رابط شرح الكولة. بقص هنا كده مع بزود مسافة علشان خاطر بعمل حسابي علشان الامام يكون ملموم على بعضه شوية ما يكونش واسع. بس كده الموضوع مفيش اسهل منه. الخياطة سهلة جدا جدا. الاكتاف على الاكتاف زي ما بنقول كل مرة. تعالوا نشوف كده مع بعض اهو. باخد الكتف على الكتف زي ما بنعمل كل مرة. وده الجزء بتاع الكولا اللي هو بيتلف ولما تيجي تقلبيه بيبقى بالشكل ده اهو. القماش ده حلو جدا. مش محتاج ابدا ان انت تعملي تشطيب ليه او تعملي سجاف او اي حاجة. في خطوتين بس بتعملي الجاكيت او اي بلوزة. يعني حتى لو عملتي بلوزة ما بتحتاجيش ان انت تعملي لها تنيات ولا اي حاجة. والكتف التاني كمان خلاص بنفس الطريقة. هاخد الجناب للاخر. شايفين كده خلاص خدنا الاكتاف مع بعض وخلاص خدنا الجناب كمان. تمام. دي اللياقه بتاعتنا اهي. بتخيطيها الاول في بعضها وبعدين بخيطها في اللياقه. انا عملت الجاكيت ده للاطفال يعني كمان موضح بطريقه اسهل في فيديو الاطفال. هحط لكم برده الرابط بتاعه في صندوق الوصف. بالشكل ده وبناخد اللياقه على بعضها. شايفين هتلاقوا مثلا في وسع زي ده لا نخيط عشان نجيبها قد بعضها. تمام. الوسع مش مشكله لكن لو طلعت ضيقه بقى هي اللي هتكون مشكله لو ما جتش على بعضها لانك مش هتعرفي هتوسعيها ازاي. هتضطري تعملي وصله في الوقت ده. خلاص كده بخيط اللياقه. بس كده الجاكيت خلص. هو ما فيهوش غير الجناب والاكتاف بس اللي بيتخيطوا في بعض. مفيش اي حاجة تانية بتتخيط علشان ده صمواه قماش كده طالع يعني مش بنعمل له اي بيه ولا اي تانيات ولا اي حاجة خالص. تمام. ممكن تقصقصي وتشرشبي فيه زي ما انت عايزة كمان. تمام. طيب نشوف شكله.
زي ما انتوا شايفين الجاكيت اهو بمنتهى البساطة والسلاسة، ما خدش اي وقت خالص، هما بس خطوتين خياطة الكتف وخياطة الجنب وخلاص. الجاكيت اتعمل وبسهولة في وقت قياسي. هحط لكم رابط الكولا، هحط لكم رابط الفيديو بتاع الصغير اللي هو بتاع جاكيت الصغير. حاجات ده يعني طالع موضة وغالي جدا وهو ما كملش حاجة. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وما تنسوش الاشتراك في القناة التانية الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.